في مدريد بإسبانيا ميدان متخيلة حتة كده مدورة حاطين فيها معبد جاي من النوبة. ليه؟ لأن الحكومة المصرية آنذاك من زمان قالت احنا عايزين نشكر البلاد اللي ساعدتنا في إنقاذ آثار النوبة من مياه البحيرة اللي ورا السد. فمتشكرين اتفضلوا معبد ده كلام أو جزء من معبد يعني ده كلام. فالمهم كل هذه التصرفات اللي أنا كمواطن مصري شايف أنها خاطئة. أنت ليه كأجنبي بقى بتدفعني الفاتورة دي أنا؟ أنا لم أسأل، أنا لم يقال لي أنا تبعت ولا ما تبعتش، كنت حاول لا ما تبعتش. والدليل على كده أقول لحضرتك حاجة بسيطة. أنت عارفة تمثال الحرية اللي موجود في أمريكا ده؟ طيب تخيلي دوفر من رجله قطعناه وعرضناه في ميدان التحرير. أمريكا هتعمل إيه؟ ده مثال. مش عايزين نقول هتعمل ايه. طب اشمعنى انا بقى؟ اشمعنى انا اللي اصاري في كل حته؟ طيب نرجع بقى مرجعنا. نرجع لمجهودات الحكومه. بالظبط كده. بالتالي طبعا. اللي اتعملت بقى. انا معروف عني ان انا رجل يعني ناقد للسلبيات ولكن ايضا بأثمن على الايجابيات. انا راصد ان في قسم في اداره جوه وزاره الاثار بقى لها مده بصراحه شغاله. القسم ده اسمه إدارة الآثار المستردة. مرة تانية أنا بفكر السادة المستمعين أنا لا أعمل في الحكومة. أنا راجل محاضر حر، مرشد سياحي حر. فاللي أنا هقوله ده هقوله إن أنا رصده. في مجهودات معمولة من الآثار المستردة من قسم الآثار المستردة لاسترداد الآثار وتم استرداد يعني واسترداد الآثار من الخارج مش بالسهولة زي ما احنا متخيلين. يعني انا مثلا اتقال لي من رئيس هذا القسم في يوم من الايام قال ده احنا عدنا سنة تقريبا نودي ونجيب في القضايا والمحاميين وكذا لقبرص علشان نعرف نسترد الاثار من عندهم. طيب النهاردة الجهود اللي معمولة علشان وقف هذا المزاد ووقف بيع هذه الرأس لإيمن في شاكلة توت عنخ إيمن الملك الشهير. لما مصر طلبت من صالة كريستيس في لندن إبراز الورق اللي يثبت الرأس دي طلعت إزاي وإمتى ومين كان المستحوذ عليها في حاجة غريبة حصلت. في لو حضرتك رصد المزادات زي حالاتي كده تلاقي إيه؟ تلاقي هم بيكتبوا عند الأثر إيه؟ الأصل، حاجة اسمها البروفنس، الأصل، إيه الأصل؟ التمثال ده كان مع مين فين سنة كام. فتلاقي يقول لك ايه مثلا التمثال ده في الالف والسبعميات مش عارف اشتراه مين من الاقصر. بيانات يعني يا استاذ بسام. بيان زي بيان كده او زي شجرة العيلة بتاع تحركات هذا الاثر. بعد كده راح للعيلة الفلانية مش عارف ايه المتحف اشتراه وبعدين مش عارف ايه وبعدين وصل كريستيس وصل بقى عندنا في صالة المزاد. فهو عامل لك خارطة الدرب اللي مشي فيها هذا الأثر زي ما السي في كده عن ال بالظبط كده راح فين وجا منين. بالظبط طيب. لما مصر طلبت من كريستيز تبرز الأوراق الرسمية اللي بيها يثبت صاحب هذا التمثال انه استحوذ عليها بطريقة ايه شرعية بقى بالكلمة اللي هم بيستخدموها دي اللي هي فكرة انه ما اتسرقش يعني انه ما خرجش من مصر خلسة. فبيقولوا طريقه شرعيه يعني الشراء والبيع لان للاسف الشديد انت كنت لغايه سنه 1983 بتبيعي رسمي. الاثار كانت بتتباع في مصر قانوني لحد 1983 وبعد كده اتعمل قانون سنه 83 من القرن الماضي يمنع بيع الاثار بطريقه قانونيه. تمام. ففين بقى يا عم؟ فراحت ردت كريستيس بقى كاتبه عندها ما ردتش بقى كتبت عندها ان ايه؟ على ان هذه الراس خرجت بطريقه شرعيه. الا لو هم طلعوا ورق قدام العالم بقى وقدام بقى اللي هيخشوا في الموضوع دلوقتي الموضوع عندنا في مصر وصل للنائب العام ودي خطوه كويسه وطبعا هيتم بقى الخطاب على طريق بقى مستوى اعلى بقى. فاذا حاجه من الاثنين يا اما كريستيس ترجع لنا اثارنا وتوقف البيع بتاع المزاد ده وفي الحاله دي تعظيم سلام لوزاره الاثار المصريه وللسفارة المصرية هناك وشغلهم في الخارجية وأيضا للنائب العام وغيره من اللي اشتركوا. طب تعظيم سلام ده يحصل ازاي بقى؟ يتم استرجاع هذه الآثار ويتم استقبالها في مطار القاهرة ده اقتراح أنا بقى باحتفالية
وبموكب من المطار لحد المتحف المصري ويتم. بقول يلا بقى انا عايز بقى لوحة رشيد الحجري اللي بيسموها حجر رشيد من المتحف البريطاني، انا عايز اقدم خريطة في العالم من متحف تورين بايطاليا بتاعتي. نبدأ بقى نبحث عن الحاجات اللي مش موجودة واتخذت من سنين طويلة يعني. خلاص وانا يعني زي ما حضراتكم عارفين كنت مقترح من سنين، والسنة دي عادنا تدشينها ان شاء الله، هنعيد تدشين الحملة تاني. حاجة كانت اسمها حملة الخمسة الكبار، والحقيقة الحملة دي حملة شعبية والإعلام المصري بجد ساعدني فيها بشكل كبير جدا. هي عبارة عن حملة شعبية، يعني ايه؟ يعني الشعب المصري يطالب بعودة آثاره. الحكومة شغالة، وزارة الآثار شغالة، النائب العام شغال. طيب أنا بقى كمواطن بقى دوري ايه؟ دوري ان انا اضغط. طب تضغط ازاي؟ عندنا كذا سلاح. اول سلاح الانترنت، لن تتخيلي قد ايه الانترنت قوي قوي جدا. فزي ما انا عمال اسمع في سلبيات على الانترنت، انا كمان لازم استخدم الايجابيات بتاعته. تمام. والحمله اوريدي اتحطت في سنه 2012 واتعمل برامج في الاعلام المصري عنها، واتعمل اخبار واتعمل جريده الاخبار الورقيه وكذا، وبدات تنتشر. وبنعيد الان عمليه التشيير، نعمل شير، وده المطلوب من الشعب المصري معايا في الحمله دي. انت عليك انك وانت على النت خد من وقتك 3 ثواني واعمل كليك كده هوت بالسهم بتاعك وشير ان احنا عاملين حمله اسمها حمله الخمسه الكبار علشان نسترد اثارنا من الخارج. مين احنا؟ احنا الشعب المصري. اولا ده هيبين للدنيا كلها ازاي انت راقيه، هيبين للدنيا كلها ازاي الشعب المصري ما بيحبش يسيب حقه. وخدي بالك دي معركه تانية، زي معركه ما كان معركه 6 اكتوبر والعاشر من رمضان، معركه عوده طابا لو تفتكروا. عوده طابا ده كانت منظومه دبلوماسيه خطيره طبعا، ان انت ترجعي طابا ازاي بالطريقه الدبلوماسيه وبطريقه المحاكم الدوليه وكذا. لا ده انا بقول لك لو كريستيز ما وقفتش البيع انا اخد كريستيز للمحكمه الدوليه واعمل حاله بقى في العالم كله بقى. حاله في العالم كله، اثرنا بقى، حضرتنا بقى حقنا. وخدي بالك حضرتك تبقي ليدر كمصر، تبقي قياده في هذه الحمله العالميه. يجي معاكي مين؟ كل الغلا. فين يا انتربول؟ فين يا سكوتلاند يارد؟ فين يا يونسكو؟ فين يا ايكوم؟ ايكوم دي منظمه المتاحف العالميه. فاذا نحرك البحيره الراكده، نطلع ونتكلم بمنتهى الادب والاخلاق زي ما الحمله الشعبيه شغاله. عدد من المحاضرات انا عملتها ونعملها تاني، نفكر الناس بالخمسه الكبار. واخيرا بالنسبه لموضوع الحمله الشعبيه، هطالب ازاي نقدر نوصل كمان بالخارج. عندنا مثلا امبارح دكتوره في جامعه القاهره ترجمت الحمله الى الاسبانيه علشان ما نبقاش بنكلم بعضينا بالعربي. هنطلب من حد تاني لو بيتكلم فرنش فرنساوي، لو تسمح كام سطر، او لو تسمحي كام سطر. اللي بتعرف تتكلم الماني تكتب لنا الماني، الايطالي ايطالي، وبالتالي الناس دي تقرا الحمله بلغات العالم المختلفه. وصلت ان شاء الله. الضغط يشتغل. عندي انا هنا اكتر من 15,000 مرشد في مصر. المرشدين السياحيين يبدأوا يشرحوا في وسط شرحهم للسياح عن الحملة، وبالتالي يرجع السائح بلده يضغط على النائب بتاعه في البرلمان بتاعه. أنا كنت في مصر والمصريين متضايقين إن أثرهم عندنا، ما ترجعوا لهم أثرهم، ده حقهم. تبدأ موجات الضغط الشعبي. وأخيرا بقى يدوج كل هذا المجهود في الأمم المتحدة في الخطاب السنوي، جملة واحدة في الخطاب السنوي للعالم كله، والعالم كله بيشاهد. الآثار المصرية مكانها الأراضي المصرية. يعني أستاذ بسام الشماع المؤرخ وعضو الجمعية التاريخية، يعني نخلص من حوار حضرتك دي في النقطة الأولى، يعني أن الحكومة لها جهود في هذا الشأن بتحاول، وبشكل خاص زي ما حضرتك ذكرت في إدارة للآثار المستردة بوزارة الآثار.